ده ان شاء الله فيديو حل المراجعه. احنا عندنا مراجعه في امتحان شهر فبراير على التو فيديوز، فيديو لشرح الكونسبت كله وفيديو للحل، مش بيخرج منه الامتحان. اول سؤال بيقول لي الووتر فيبر بريزنت ان اير اتشينج انتو ايه وين هيت كولد ووتر. الووتر فيبر لما يلمس هوت ووتر يتحول لايه؟ هوت ووتر بوتل، عندي ازازه ميه ساقعه والهواء السخن خبط في الازازه، هقول له يتحول لليكويد، يتحول لووتر دروبلز، يتحول لقطرات ميه. وين ليكويد از هيت، اول ما الليكويد بيبتدي يسخن هيحصل له ايه؟ هقول له اكسباند. طب والدنستي هيبقى ليه دنستي اند بيكام لايتر، يبقى اخف، يبقى اكسباند اند لايتر. نمبر 3، ذا لارج سولت ان تركي، بركه الميه المالحه اللي في تركي دراي اب، بيحصل لها جفاف نتيجه زياده عمليه الايفابوريشن. نمبر 4، ويند هيلب ان ترانسبورتيشن ووتر ثرو ووتر سايكل باي كارينج ايه، الويند بيشيل ايه، بينقله من مكان للتاني، بينقل الووتر فيه. جيف ريزون ليه بيتكون كلاود، السحب بتتكون نتيجه الكوندنسيشن اوف ووتر فيبر، هقول له ديو تو كوندنسيشن اوف ووتر فيبر انتو ووتر دروب، بيتكثف يتحول لووتر دروب. الساينتفك تيرم اول ما الاقي كلمه سايكل، لو لقينا سايكل ووتر سايكل. السؤال اللي بعده فيه كلمه ايفابوريشن ان ذا بلانت، عمليه التبخير في النبات اسمها ترانسبيريشن. نمبر 3 بيقول لي it is caused when air warm by solar radiation and replaced by cold air، لما الهواء بيسخن بالشمس وبعد كده يحصل له عملية تبريد، الكلام ده كله بنسميه wind. نمبر 4، نمبر 3 في كلمة process، أول ما الاقي كلمة process يا melting يا evaporation يا evaporation يا condensation يا precipitation، قال لي water fall المية بتقع، يبقى ده precipitation. واضحة بنت؟ إيه اللي يحصل للـ air temperature if there is no wind؟ لو مفيش رياح يحصل إيه لحرارة الجو أو الحرارة؟ هقول له الإكويتور هيبقى extremely hot ويكون التو بول completely freeze. بعد كده true or false، the air is warmed by the sun، the air will fall down، اي هواء يتخن مش يقع ده يطلع لفوق عشان بيبقى less density. نمبر 2، الرين فول اند كولكت ان اوشن باي افكت اوف جرافيتي، المطر بينزل نتيجه الجاذبيه، هقول له صح. water come out from stomata to the air in form of water vapor، الميه بتخرج من الاستوماتا في فتحات جوه الورق اسمها استوماتا، بيحصل عمليه في النبات اسمها ترانسبيريشن، هقول له الاجابه صح. سؤال رقم 4، نمبر 4، in the water cycle the step that follow condensation is run off، لا الخطوه اللي بعد condensation precipitation. بعد كده هنا بيقول لي rain fall on the mountain in form of ايه، المطر بينزل على الجبل في صورة ايه؟ أي مطر بينزل يبقى precipitation. The rain on the mountain run into the air، أي مية بتنزل من جبل، أي مية من ارتفاع عالي لارتفاع قليل بنسميها river. When the sun heat up the water in the ocean، أي شمس لما تسخن مية، المية يحصل لها evaporation. بعد كده حل السيلف assignment 1، أول سؤال هنا بيقول لي water change from solid to liquid. It gain ايه؟ أول ما يقول لي كلمة gain يبقى energy، دي نمبر 1. Increase the rate of A cause the completely drought in the salt lake، البركة دي بيحصل لها جفاف نتيجة زيادة الـ evaporation. الـ evaporation of different water body affect by distribution ايه؟ ليه بيتغير عملية الـ evaporation من مكان للتاني؟ عشان الـ solar energy بتتغير من مكان للتاني. الإكواتور بتكون درجة الحرارة عالية، North and South Equator بتكون الحرارة أقل، في النورث والساوث بول بتكون كولد. Give reason drying out or drying up shallow lakes in the summer، ليه البركة بتاعت المية شالو، يعني المية مش كتيرة، بركة فيها مية مش كتيرة المية بتقل ليه؟ هقول له due to increase rate of evaporation، بيزيد معدل التبخر. True or false، number one sunlight cause the change of water to snow in coldest regions، الشمس بتحول من ووتر لسنو، من ميه لثلج، لا ده بتحول من ووتر لووتر فيبر. نمبر 2، ذا لارج سولت ليك ان تركي،
dry up when the weather is cold. هي بيحصل لها جفاف لما الجو يبقى برد؟ لا، ده في وقت السمر. In the hottest region، في المناطق الحارة، ال evaporation is greatest، عن معدل التبخر أعلى. هقول له صح. What happened؟ إيه اللي يحصل لو ال migration of flamingo، يعني الطيور المهاجرة، طائر الفلامنجو لما بيجي ويلاقي البركة حصل لها completely drought، جفاف كامل؟ هقول له not migrate to the lake، مش هيحصل له هجرة تاني، أو may be adapt، ممكن يكيف ظروفه. هنا مديني رسمة الليك الأولى فيها مية كتير، والليك التانية فيها دراي جفاف. dry water in B، الجفاف بتاع المية الأولى، المية رقم B، الرسم رقم B، due to increase condensation، لأ، البركة بتجف نتيجة زيادة الـ evaporation. number 2، level of water on A will increase the rate of precipitation in this area، كل ما يحصل condensation، كل ما يحصل precipitation في البركة معدل المية يزيد. طبعا صح. بيقول لي الليك ان بيكسر بي، البركة في الشكل بي هتبقى زي ايه لو الايفابوريشن زاد؟ هقول له لا، بالعكس. assignment 2، بيقول لي both نقط and نقط process increase the thermal energy، هو درجة الحرارة لما بتحصل بيحصل كام عملية؟ melting و evaporation و transpiration. هنا هقول له evaporation و transpiration. number 2، water change from state to another، gain ايه؟ اول ما يقول لي gain او loss يبقى energy. طب في كلمة exert، لو لي هنا effect او exert يبقى force. number 3، the next process after condensation، انا عندي خطوات بالترتيب evaporation condensation precipitation، يبقى لازم اراجع خطوات تاني evaporation condensation precipitation، يبقى الخطوة اللي بعد الكوندنسيشن بريسيبتيشن. give reason in the sunny day، يعني في اليوم المشمس، part of ice will change into liquid، ليه بعض التلج بيتحول لليكويد؟ هقول له because ice gain thermal energy and melting، حصل له عملية melting. scientific term، أول سؤال في كلمة step، لو لقينا step يا run off يا إما collection، هنا بيقول لي rain flow يبقى run off. number 2 بيقول لي structure in the leaf، تركيب موجود جوه الورقه بتاعه النبات، من غير تفكير يبقى stomata. number 3، movement of water، movement of water يبقى water cycle. what happened، ايه اللي يحصل للwater in the lake exposed to solar radiation؟ هقول له evaporation and water decrease، يحصل تبخر والميه تقل. هنا رسم لي ورقة نبات وعمال يطلع منها أشعة لفوق، يبقى بيحصل عملية evaporation. لا بس ال evaporation جوه النبات، هو في evaporation بس جوه النبات بتسميه transpiration. طب ال transpiration through ايه؟ through stomata. طيب العملية دي بتيجي عن طريق عملية اسمها evaporation. طب النبات بيطلع لنا كمية قد ايه؟ 10%. assignment رقم 3، water of ocean and sea نقط thermal energy، لو لقينا energy يبقى gain thermal energy، اي energy يا gain يا loss. formation of large area of A، بيتكون نتيجة ايه لو الرين very little، لو المطر قليل؟ لو المطر قليل يتكون الديزرت، الصحراء. الكوندنسيشن الووتر فيبر بيعمل ايه؟ الميلتنج والايفابوريشن والبريسيبتيشن جين ثيرمال انرجي، والكوندنسيشن والفريزنج لوس ثيرمال انرجي. كيف ريزون ليه الويذر فار اواي فروم ايكويتور فيري كولد، ليه الطقس بعيد عن خط الاستواء جدا يبقى فيري كولد؟ هقول له بيكوز سان راي فول فيري سيمي انكلايند، عشان الشمس بتقع عليها مايله جدا. هقول له الاجابه sun ray fall very inclined. The true or false، when rain water hits the ground it may flow across the land in form of evaporation. هقول له هنا الإجابة هتبقى wrong. المية المطر لما تخبط في الأرض تنزل تحت في صورة ground water. The force of gravity affect the movement of water، القوة اللي بتأثر على حركة المية اسمها القوة اسمها gravity. number 3، temperature and precipitation control the weather،
طبعا البريسيبتيشن يعني نزول المطر ودرجة الحرارة بيأثر على الطقس. عند مكان فيه مطر كتير يبقى الجو ألطف من مكان مفيهوش مطر. بالإجابة صح. وطبعا إيه اللي يحصل للووتر فيبر لو لوس هيت؟ أول ما ألاقي كلمة لوس هيت يبقى يا كوندنسيشن يا فريزنج. البخار لما يفقد الحرارة هقول له كوندنسيشن فورمينج كلاود. المنطقة رقم B ده الإكويتور، المنطقة رقم A نورث أند ساوث إكويتور، المنطقة C فار أواي فروم إكويتور. طب هنا بيقول لي الويذر في إيه؟ المنطقة إيه ده الجو هنا إيه؟ هنا هقول له فيري هوت، هنا وورم. نمبر 2 بيقول لي sun ray fall perpendicular، الشمس بتقع عمودي في المنطقة رقم B. طب مين المنطقة اللي فيري كولد؟ هقول له C. assignment 4 بيقول لي cause the warm water to move down below the cold water، ايه القوة اللي بتخلي الحاجة داون؟ أول ما الاقي فورس وداون يبقى قوة الجرافيتي. نمبر 2 when warm air contain big amount of water vapor، loss water بيفقد المية في صورة تريل مطر. liquid water gain نقط انرجي، المية بتكسب طاقة ايه؟ طبعا thermal energy عشان تتحول لبخار لازم تكسب حرارة. give reason when cold air is warm it rise up، ليه الهواء لما يسخن يرتفع لفوق؟ هقول له because its density decrease عشان كثافته بتقل. scientific term لازم استعمل اول كلمه في scientific term، في كلمه state يبقى يا solid يا liquid يا gas. in state الwater produced when liquid gains thermal energy، الليكويد لما يكسب حراره يتحول لجاز. نمبر 2 في كلمه process يا melting يا evaporation يا condensation يا precipitation يا transpiration، ايه البروسيس اللي الووتر بتشينج انتو from gas to liquid بنسميها condensation. نمبر 3 بيقول لي formed from millions of water droplets، ملايين من قطرات المية بنسميها clouds. الوطن ايه اللي بيحصل للdensity of air، الdensity and the movement of air if the temperature increase، أول ما الحرارة بتقل density decrease and rise up. هنا بيقول لي الووتر دروبلز، أنا لما أفتح غطا الحلة، غطا الحلة بنسميه ليد، الغطا الحلة بنلاقي عليه ووتر دروبلز، دي نتيجة عملية الكوندنسيشن. طب عايز أزود كمية الووتر دروبلز، عايز أزود كمية البخار، يبقى أزود حرارة غطا الحلة ولا أزود حرارة المية؟ هقول أزود حرارة الووتر. البروسيس العمليه بتاعه تكوين الووتر دروبلتس نفس اللي بيحصل في الكلاودز ذا سكاي، نفس اللي بيحصل في السحب. المودل اكزام هنا بيقول لي وين ذا نقط ان اير هيت كولد جلاس، هقول له ووتر فيبر يبقى دي نمبر 1. ذا اماونت اوف نقط انرجي ذات ريتش ذا اير يبقى سولار انرجي. كولد ووتر هاز مور دنسيتي، وين وارم اير كونتين ووتر فيبر يفقد الووتر في صوره ايه؟ رين. الجيف ريزون هوت اير موف اب، ليه الهوت اير بيطلع فوق؟ هقول له ليس دنسيتي اند رايز اب. الكوريكت نمبر 1 هيت اوف سان، حراره الشمس بتجيلنا ازاي؟ عن طريق الراديشن. نمبر 2 الديزرت بتتكون نتيجه كلمه ديزرت يبقى لازم ليه الرين، امطار قليله. الفلامنجو بيهاجر ناحية تركي نتيجة في الوقت لما يكون الويزر هوت أو وورم، نكتب مكان هوت أو وورم ينفع الاثنين. نمبر 4 الإيفابوريشن بيحول من ليكويد لجاز. الوات هابن بيقول لي يو كفر سام ليف اوف بلانت ان بلاستيك باج، لو عندي ورقة شجر وغطيتها بكيس بلاستيك هقول له ووتر دروبلتس ار فورمد، يتكون قطرات من المية نتيجة عملية الترانسبيريشن. ماتشنج الكوندنسيشن، هقول الكوندنسيشن بيسبب فورميشن اوف فوج، فوج يعني ضباب. الايفابوريشن هقول له دراينج شالو ليك يعني بيعمل جفاف للبركة اللي فيها مية قليلة. البريسيبتيشن يعني فولينج اوف سنو، الإجابة إيه؟ نمبر 4 الران اوف يعني ووتر فلو، الإجابة تبقى E. هنا بيقول لي إن نمبر 1 بيمثل loss indicate loss of thermal energy، لا ده عملية evaporation gain thermal energy. رقم 2 effect of gravitational تأثير الجاذبية، صح. نمبر 3
نمبر 3 هنا بيقول لي ده عملية بريستيشن، هقول له الإجابة صح. كده المراجعة إن شاء الله مش هيخرج منها.